السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم أعزائي متابعي قناة المحترف للرياضة وفنون القتال. كثر الحديث عن قتال الشوارع وتصلني الكثير من التعاليق والأسئلة حول هذا الموضوع. كيف يمكنني أن أكون قوي في قتال الشوارع وأتغلب على خصومي إلى غير ذلك؟ في هذه الحلقة لن أتكلم عن الخوف أو عن المواجهة إلى غير ذلك. أبين اليوم مفهوم قتال الشوارع. ما هو قتال الشوارع؟ قتال الشوارع ببساطة وباختصار هو قتال حقيقي يكون يعني تكون فيه جميع الأشياء التي لا تخطر على بالك. فيه الضربات بجميع أنواعها سواء بالأيدي والأرجل، فيه استعمال الأسلحة بجميع أنواعها، فيه استعمال يعني حجارة، سكاكين، ضرب، عض، خدش، دف، فيه أشياء أخرى يعني تكون مع شخص فتصبح تواجه عدة أشخاص وهكذا. يعني ليست فيه قوانين أو مبادئ، هو قتال عشوائي، مفهوم؟ إذن أعزائي، فأنا أنصح جميع الممارسين أو المتابعين أو أي شخص كيفما كان يهتم بهذا الموضوع، قتال الشوارع يفضل تجنبه بصفة نهائية وعدم الخوض في تلك النزالات السلبية والتي ليست فيها نتائج إيجابية أبدا، إلا في حالة قصوى. يعني عندما نقول الدفاع عن النفس في الحالة القصوى، الدفاع عن الآباء والزوجة والأبناء إلى غير ذلك، في الحالات التي يتعرضون فيها للخطر الحقيقي، وليس فقط يعني يكون هناك قتال نراه، قتال يعني بالحجارة إلى غير ذلك والسكاكين من أجل شخص نظر إلي، شخص أهانني، شخص تكلم عني، أو شخص كذا كذا، يعني الأشياء التافهة. والفرق بين النزالات، يعني نزالات فنون القتال وقتال الشوارع، أنك عندما تلعب نزال أو تشارك في بطولة ربحت تربح لقب، عندك لقب كبطل، خسرت عندك لقب أنك شاركت مع الأبطال ولعبت مع الأبطال وأخذت تجربة حقيقية. هذا بالنسبة للنزالات، وتكون نزالات قانونية فيها قوانين وقواعد وحكام ويعني مبادئ إلى غير ذلك، يعني تكون نزالات قانونية. أما قتال الشوارع فليس فيه حكام وليس فيه يعني قوانين تحكم ذلك النزال، فهو نزال عشوائي. إذا ربحت قد تتعرض للسجن، وأنا أعرف أشخاص يعني لأجل تفاهة وجدوا أنفسهم في السجن، وذلك بسبب التسرع. إذن أعزائي، فإذا ربحت ذلك الشجار العشوائي قد تتعرض للمشاكل، وإذا خسرت تتعرض أيضا للمشاكل، فتبدأ بالتفكير في الانتقام وكيف ستتعرض سبيل ذلك الشخص، أو تحضر أشخاص يساعدونك في تلك المواجهة، أو تبدأ حرب العصابات. إذن أنصحكم أعزائي المتابعين، تعلموا فنون القتال، الدفاع عن النفس، وتعلموا كل أشياء تفيدكم، لكن نترك قتال الشوارع جانبا لأن كثرت علي الأسئلة في هذا الموضوع وتكلمت سابقا في هذا الموضوع. يعني هناك تقنيات تفيد في قتال الشوارع، وهناك رياضات قتالية تفيد في قتال الشوارع، لكن لماذا هذا القتال؟ لماذا نبحث عن قتال الشوارع أصلا؟ ورغم أن الأسباب دائما تكون يعني تافهة، 90% من الشجارات والتي يصل فيها المنافسون أو المتشاجرون إلى مراكز الشرطة وإلى المحاكم لأسباب تافهة. وأي شيء أعزائي تعلمناه فليكن بهدف وبنية إيجابية، نتعلم لأجل أن نكتسب صحة جيدة وندافع عن أنفسنا، لكن يبقى هذا جانبا، نضعه جانبا في الحالات الحرجة، وليس أتدرب وأبحث عن المشاكل لأختبر نفسي. هذا ما أود أن أوصله لكم أعزائي. شخص نظر إليك أو شخص بنصف كلمة تبدأ معه في شجار قد ينتهي بك للندم. أتمنى أن تكون كلمتي واضحة وكل شيء واضح في هذا الموضوع، وبحول الله نستعد لإتمام سلسلة الكيك بوكسينج والدفاع عن النفس. وشكرا جزيلا على حسن المتابعة، وإلى حلقة مقبلة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا كنت من المتابعين الجدد، اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا